السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل برنامج بسيط بيدي اختيارات للمستخدم والمستخدم يختار منه. تمام، طيب أول حاجة عايز أبدأ أعرف دالة كده اسمها مين. تمام، دالة عامة، وأقول له أنا عايز أعمل لوب هوايل، وعايز اللوب ده يبقى متاح على طول ميقفش. عايز اكتب ايه بقى في اللوب دوت؟ عايز ابدا اقول له اطبع لي الكلام المستخدم هيشوفه. اطبع عايز اقول له ادي له اختيارين، واحد اطبع لي كلمة هلو رحب بيه، التاني اخرج من البرنامج انت. تمام، خلي بالك ده بين علامات تنصيص، يعني ده مجرد كلام. تمام، يعني مش اوامر ولا حاجه خالص، ده هتبع زي ما هو. طيب بعد كده هقول له اعمل لي، خد منه القيمه اللي هياخدها، يعني خد منه واحد او اتنين او تلاته القيمه اللي الراجل هيكتبها جيف، وحطها في متغير بقى اسمه ايه، ان اوبشن. تمام، طيب بعد كده عايز اعمل انا سويتش. سويتش، تمام، سويتش يعني ايه؟ بقول له في كذا اختيار هيحصل، تختار حسب الاختيار هتبدأ تطلع النتيجة. سويتش ان اوبشن، اون في حالة واحد، اطبع كلمة هلو. هلو، طيب لو في حالة اختار اتنين، اتنين اكس اخرج. تمام، طيب في حالة ما اختارش لا واحد ولا اتنين، اطبع لي كلمة بليز شوز وان اور تو. تمام، وبعد كده اقول له اوف. طيب خلينا نجرب البرنامج. طيب لو اديته واحد هيطبع لي هلو، طب لو اديته تلاتة هيقول لي بليز اختار واحد او اتنين، طب لو اديته اتنين خلاص يخرج من البرنامج وما يجيبليش الاختيار التاني. طيب انا عايز بقى ابدا استخدم موضوع الفانكشن تاني، اقول له ايه، خلي لي في دالة، اعمل لي دالة جديدة. يعني لو كتبت له هلو كده هيقول لي في غلط، البرنامج فيه غلط، هو مش هيفهم هلو. تمام، بس لما اقول له قوسين يعرف ان دي دالة ويبدأ يستدعيها، ودي برضو ده متغير موجود في قلب البرنامج، فخليه اي اكس تي بس واقول له ايه استدعي الدالة دي. طيب انا محتاج بقى اعرف الدوال، هقول له كونكشن هلو دي هتعمل ايه؟ هتطبع هاي هاي ماي فريند، وفي دالة تانية لما استدعيها اسمها اي اكس تي، دي ممكن تكتب كذا سطر مش سطر واحد، يعني براحتك الدالة براحتك، هتخليها هنا ايه اكزيت. يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف، نشغل ونقول له واحد، راح لي هاي ماي فريند، راح لفين؟ راح استدعى الدالة دي. طب لما اقول له اربعة بليز اختار واحد ولا اتنين، طب لما اختار اتنين خلاص بيخرج من الدالة.